عندنا بقى من الحاجات المهمة اللي هي فين بيطبقوا دورات الهواء دي؟ مش هتلاقيها حواليك خالص، غالبا بتطبق في الطيارات بس، لان هي ادائها وحش اساسا. ان استعمل الهواء كوسط تبريد او لو استعمله قصدي هو الماء اللي بينقل التبريد، السي بي بتاعته وحشه وعمليه التبادل الحراري معاه وحش، يعني هو مش ماء حلو نستعمله في التبريد. بس ساعات في بعض الاحيان هو بيبقى متوفر عندي بالظروف اللي انا اقدر اطبق عليها التبريد، وده اللي احنا هناخده في الايركرافت. يعني كل اللي احنا كنا بناخده ده مقدمه الموضوع اللي هو الايركرافت اللي هو بيطبق فيه عمليه التبريد بتاع الهواء. تعال نشوف كده فكره الايركرافت دي. في مسألة السكشن الجاي مهمة، دي ممكن تاخد السكشن كله برضه، يعني مسألة طويلة قوي وساعات الدكتور بيجيبها في الفاينل ورخمة شوية. ف يعني ف ايه؟ على الايركرافت. اه فيها 6 معادلات في 6 مجاييل تقريبا او 5 في 5 مش فاكر. لا ما هي حلها بتقعد تعوض وتطلع وتدخل تعوض وتطلع وتدخل تعوض وتطلع وفي الاخر تطلع لك معادلة من الدرجة الثانية كده. المهم هنشوفها المرة الجاية ان شاء الله. يعني فكرة الايركرافت ايه بقى؟ انا المشكلة عندي اللي بعد الاسبوع الجاي. لسه بدري يعني. ايه؟ ها؟ يوم 19 ايه؟ 11؟ ما هو في ناس عايزة تحضره بقى، دي المشكلة. ما هو احنا كده لو انتم متفقين، لو انتم متفقين مثلا يعني انتم متفقين ان احنا انت كانت مشكلتك في الدوره بتاع التبريد بشكل عام انك بتبذل شغل على الكمبروسر. تمام، بتبذل شغل على الكمبروسر. فقال لك انت طالما كده كده انت عايز تبذل شغل على الكمبروسر، قال لك الطياره هتحل لك المشكله دي. الطياره اساسا فيها كمبروسر، مش عشان دوره التبريد طبعا، لا هي عشان هي تطير، هي محتاجه كمبروسر عشان عمليه الاحتراق اللي بتحصل فيها وهي تطير بنفسها. قال لك تمام، طب طالما عندي هواء مضغوط اساسا او ضغطته عشان اجراء ثاني او اي عمليه ثانيه، ما انا اقدر اخد شويه من الهواء ده ويبقى عندي بقى هواء مضغوط استفاد منه باي شكل بقى من الاشكال. فانت شلت عندك اكنك بالظبط شلت عندك حته الكمبروسر اللي انت كنت هتقعد تبنيه من الاول، بدل ما تبني جوه الطياره دوره التبريد من اول وجديد. بدل ما تبني جوه الطياره دوره التبريد اللي هي فريون بقى زي ما ناخد الشابتر الجاي ان شاء الله، تبني دوره فريون وتعمل لك دوره ومش عارف ايه، لا هو بقى عندك هواء مضغوط، كل اللي انت هتعوزه انك تمدده. ليه يعني اكن بقيه الدوره هتكمل عندك بس. تمام؟ دي فكره الايركرافت. هناخدها ولها 5 تعديلات عندنا. تمام؟ مش هنحل اي مسائل النهارده عليها، بس يعني هنحاول نخلصهم ان شاء الله يعني. الفكرة عندك بتبدأ من فين بقى؟ في بداية الدورة؟ قال لك ده هنعتبره زي النزل أو مدخل الهواء من أول الطيارة خالص. يبقى ده الأتموسفيريك إير. أو هنسميه الأمبيانت أحسن عشان ما يبقاش. طب سؤال يا شباب، هو دلوقتي الطيارة دي بتبقى طايرة على ارتفاعات عالية. تمام؟ ليه ما بيدخلش الهواء على طول بارد او يدفيه شويه ويدخله وخلاص؟ عشان الاستجنيشن بيرفع درجه الحراره بتاع الهواء جدا. تمام، يبقى دي عشان كده ما يقدرش يدخله على طول. يبقى انت عندك الامبيانت اير بيدخل عندك في النزل، يروح فين بعد كده؟ يروح على المين كومبروسور بتاع الدوره. تمام، ده المين كومبروسور عندي بتاع الدوره، هم بيوصلوا لنا بتربينه بس في الاصل عندي راح عندي على الكمبروسر. بعد ما خرج عندي من الكمبروسر كميه بتروح، ودي الكميه الاساسيه على الكومبشن شامبر. تمام، وباخد جزء بسيط كده اكمل بيه دوره التبريد بتاعتي. تمام، قال لك بتعمل ايه بعد كده؟ بتدخله على مبادل الحراري. اكن المبادل الحراري ده اللي هو كان ايه؟ اكنه كانوا كوندنسر هناك. تمام، خرج عندي من الكوندنسر كان بيروح فين بعد كده؟ بيروح على التربين.
وبعد كده خرج من التربينه يروح عندي على فين؟ على الكابينه بتاعتي او المكان اللي هو انا ببدل فيه الهواء او بستفاد منه الهواء. تمام، يبقى ده شكل الدوره بتاعتي. ساعات بيوصل مروحه هنا كده، مروحه بالشكل ده ليه؟ انت عندك دي اللي هي جزء الكوندنسر ده بيبقى جوه الطياره او جوه يعني داخل جوه هيكل الطياره، انا عايز ابرده. طب ابرده ازاي؟ المروحه متوصله بالتربينه بتقوم رايحه ساحبه لي هواء كده من الهواء اللي هو داخل هنا، هو اللي يبقى مسؤول عن عمليه التبريد اللي بتحصل فين؟ بتحصل في الكوندنسر هنا. يبقى ده شكل عندي اللي هي السيمبل ايركرافت. تعال نرقمها ونشوف شكلها على التي اس بيبقى عامل ازاي. ببدا عندي طبعا من الامبيانت بره، واحد دخل عندي، اثنين، ثلاثة، كل دي ثلاثة عند نفس الضغط، أربعة، خمسة، ستة. في مشكلة هنا؟ لو جينا شكل شفنا شكل الدورة بقى على تي اس، أنا عندي أنا بدأ من الأمبيانت إير، تمام؟ فده لي ضغط معين هنا، تمام. بعد كده أنا رفعت الضغط نتيجة عملية الاستجنيشن اللي حصلت أو عملية التوقف اللي هو الهواء، أنت حولت السرعة بتاعته لضغط وكده، فقمت رايح رافع الضغط بتاعك. هنركز هنا في حاجة، هي عملية الاستجنيشن اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فيها عملية رفع للضغط. طب الضغط المفروض عندي نظريا هيوصل لضغط معين، يعني انا كان عندي ضغط ورفعت الضغط لحد ما وصل لضغط معين، ده نظري لو الاجراء هيحصل ايزنتروبيك. طب لو مش هيحصل ايزنتروبيك هيقل الضغط شويه، ونفرق بينها وبين عمليه تقليل الحراره اللي كانت بتحصل في الكمبروسر. في الكمبروسر كان بيحصل عمليه تقليل في الحراره، تمام، هنا بيحصل عمليه تقليل في الضغط. يبقى عندي هنا بقوم رايح راسم خط ضغط تاني لو في كفاءه للاستجنيشن. بتلاقيها عندي نفس درجة الحرارة، تمام، بالشكل ده كده. ده لو عندي فيه كفاءة للاستجنيشن، بيسموها كفاءة الرام، تمام. بين عندي من واحد لاتنين، ودي 2 داش. بعد كده الدورة بتاعتي تمشي تقليدية خالص، اضغط عادي بقى بالكمبروسر بتاعي. لو عندي فيه كفاءة يبقى برضو عندي هنا 3 داش، وانزل عندي جوه المبادل الحراري اللي هي كوندنسر لحد ما اوصل لاربعة، تمام. اربعة بنزل عند الضغط الكابينة جوه التربينة، يبقى 5 و5 داش. بعد كده الكابينة توصل عند الست، تمام. ده شكل الاجراء بتاعي. في حاجة مش واضحة هنا؟ تمام، بنركز هنا في حاجة، ان عندك في اجراء الاستجنيشن درجة الحرارة النهائية هي الفيصل بتاعي، يعني هي الحاجة النهائية اللي أنا بوصل لها، فبتفضل ثابتة ما تغيرش ما بين الايزنتروبيك وما بين الأكشوال، تمام؟ يبقى أنت عندك 2 هنا أو 2 داش عند نفس درجة الحرارة، اللي بيتغير هنا عندك إيه؟ اللي بيتغير هنا عندك الضغط. تعال نشوف بقى الحسابات بتاعتنا هتبقى عاملة إزاي. لا دي تربينة تبع الطيارة نفسها، مالهاش دعوة بينا خالص. يعني هي انت لو ما رسمتهاش مش هتفرق معاك في الدوره في اي حاجه. عارف انت ده الكمبروسر اللي بيبقى بتاع الطياره نفسه ملوش دعوه. لا اللي في الجناح ده بيبقى غالبا ممكن هو اللي في الجناح، هو بيبقى هو اصله بيختلف من طياره للثانيه. انت عندك في الطيارات الحربيه مثلا، انت عندك الطياره اللي في الجناح دي ما فيهاش محركات، مش احتراق برضه عشان نكون فاهمين، على حسب نوع الطياره وعلى حسب هو انهي. يعني هو هنا في المروحه مثلا اللي بتبقى بتاع الطياره اعتبر هو ده الكمبروسر. في الطيارات الحربيه مثلا هيختلف حاجه زي كده. انت فاهم قصدي؟ فهي بتختلف على حسب نوع الطياره، ما اقدرش اقول لك ان هي حاجه ثابته.
في جناح الطياره، هو اللي في جناح الطياره. في الحربيه لا، ما هوش هو جناح الطياره، انت بتلاقيها اسم في ديل الطياره من ورا، فهي بتختلف على حسب يعني نوع الطياره وكده. بس فهي فيها اي مشكله هنا اللي بترميه بره ضغط اعلى من الضغط الجوي اللي غالبا موجود فيه يعني، صح؟ ما هو اصل انت في نقطه هنا الضغط اللي بره واطي. لا ما انت بتظبطه بقى لحد ما توصله الضغط الجوي. لا ده ما عادش جوي. بس قصدي ما انا كنت انزل لحد بالظبط لحد الضغط الخارجي التربينه ديت، اخليه ينزل لحد الضغط انهي؟ لحد بالظبط الضغط الخارجي. ما انت ما ينفعش الضغط الخارجي ما تقدرش تقعد فيه اساس. تعال نشوف بقى الحسابات. اول حاجه عندنا عشان ساعات بيدالك في بعض المسائل الماخ نمبر، عشان ساعات يقول لك طياره ماشيه بكام ماخ عشان تطلع منها السرعه. فالماخ عباره عن السرعه على سرعه او النسبه السرعه لسرعه الصوت اللي هي جاما في ار تي. تمام، يبقى دي اول حاجه عندنا عشان لو ادالك بالماخ هتقوم رايح انت مطلع السرعه. السرعه دي اللي بتمثل لي ايه؟ بتمثلها عند واحد بقى. السرعه دي بعد كده زي ما قلنا حصل لها عمليه استجنيشن. استجنيشن حصل من واحد لاثنين، فيبقى عندك السرعه اتحولت لايه؟ لحراره. تمام؟ يبقى انا عندي المعادله بتاعتي يبقى تي 2 بتساوي تي 1 زائد يو تربيع على 2 سي بي. تمام؟ المعادله دي انتوا واخدينها قبل كده في الجاز داينامكس، اللي بتقول لك يعني الحراره والسرعه بتساوي الحراره والسرعه، ففي واحده منهم السرعه فيها بصفر اللي هي نتيجه عمليه الاستجنيشن، فتبقى لك السرعه الاولى مع الحراره عشان تطلع منها درجه الحراره الثانيه. تمام؟ نركز هنا بس بحاجه، لازم السي بي هنا 1005. تمام؟ اليو هنا بمتر على الثانيه طبعا، وهنا بالكلفن. ركز في ال 1005 دي بالذات. تمام؟ انا طلعت التي 2 بعد كده عايز اطلع بقى البي. اول حاجه انت بتقوم رايح مطلع البي ثيوريتيكال من قوانين الحراره والضغط اللي هي قوانين الايزنتروبي. يبقى انت عندك هنا البي 2 بتساوي البي 1 في تي 2 على تي 1 اس جاما على جاما ناقص 1. كل اللي انا عكسته عكست بس الاسس. انت كنت بتقول والله تي 2 على تي 1 بتساوي بي او بي 2 على بي 1 اس جاما ناقص 1 على جاما، انا عكست الاسس وخليت ان انا بجيب البي المره دي لو حد ناسي يعني القانون وكده. تمام، قدرت اطلع مننا ايه؟ البي 2 بس دي ثيوريتيكال. عايز اطلع الاكشوال بقى، كفايه الرامنج اللي قلنا عليها بتساوي بي 2 داش ناقص بي 1 على بي 2 ناقص بي 1. وانا معرف الداش هنا ايه؟ ما الضغط عشان قل. تمام، يعني انت المفروض كنت هتوصل لضغط عالي نتيجه السجنيشن، بس نتيجه ان في لوسس حصلت فالضغط بقى بتاعك قليل. تمام، يبقى انا هنا من هنا اقدر اطلع البي 2 داش. بعد كده خلاص عندي البي 2 هو بيدي لك البي 3. تمام، اقدر من هنا اطلع بقى اللي هي القوانين التقليديه. اقدر اقول التي 3 على التي 2 بتساوي البي 3 على البي 2 اس جاما ناقص 1 على جاما. تمام، في مشكله هنا في الحته دي تقليديه خالص. بعد كده في الكوندنسر ما بيديلكش التي 4، بيديلك الافكتيف نسبه بتاع المبادله الحراري. الافكتيف نسبه بتاع المبادل الحراري عندك دي النقطه 2. تمام، اكبر حركه ممكن تحصل عندي من فين لفين؟ ليه انت بتبرد ب 2؟ ماشي، يبرد ل 2 من فين بقى؟ من 3. يبقى انت عندك تي 3 ناقص 2 على التبريد الفعلي اللي حصل اللي هي 3 ناقص 4. العكس، ما
ما الاكشوال اهو 3 ناقص 4 ده الاكشوال. ماشي تمام. تعالوا بس نقول نقطه شويه بسيطه كده على الافكتيف نسبه بتاع المبادئ الحراري، عشان هي دي كانت فكره امتحان السنه اللي فاتت في الميد تيرم للافكتيف نسبه بتاع المبادئ الحراري. المبادئ الحراري الافكتيف نسبه بتاعته بتساوي ايه اساسا؟ تعال نفهمها كده الحته دي، بتساوي الكيو الاكشوال على الكيو الماكسيمم. ماشي، الكيو الماكسيمم دي بتساوي ايه؟ بتساوي السي مينيمم. السي مينيمم دي اللي عباره عن ايه؟ لو عندك مائعين بيبادلوا مع بعض، لو مائعين بيبادلوا مع بعض بتقوم رايح واخد المائع الاولاني عباره عن سي بي في الام دوت بتاعته، المائع الثاني عباره عن السي بي في الام دوت بتاعته، وتشوف انهي واحده اللي هتبقى اصغر فيهم اللي هي سي بي في ام دوت، هي دي السي مينيمم بتاعتك. نركز في الحته دي عشان هو كان لعب لهم على السي مينيمم دي السنه اللي فاتت. تمام، يبقى نقولها تاني. انت عندك دلوقتي الكيو ماكسيمم عباره عن ايه؟ اكبر فرق درجات حراره اللي هي نفترضه هنا اللي هي من 3 ل 2 مثلا، والسي مينيمم اصغر سي، سي اللي هي معناها ايه؟ ام دوت في السي بي، اصغر سي عندك هي دي السي مينيمم. تمام، فيها مشكله هنا؟ اصغر سي يبقى هي السي مينيمم. طب احنا ليه يا باشمهندس ليه بنحذفها وبنحط على طول درجات الحراره؟ هو ده صح؟ قال لك تعال نشوف كده اللي بيحصل ايه. ما هي ليه بيروحوا مع بعض؟ هو انا حددت انهي السي مينيمم والسي ماكسيمم؟ ما انت ممكن تطلع عندك الكيو اكشوال انت حاسبها بالسي ماكسيمم. تعال نشوف كده الحته دي، لانك انت في الاصل المفروض تعمل الحته دي بس احنا بنحذفها على طول طالما احنا عارفين شكل الدوره. تمام، انا عندي الكيو اكشوال اللي بتحصل هنا بتحصل نتيجه المائع اللي ماشي هنا ده، اللي هو ماشي في ماسوره اللي هو كميه صغيره افتراضيا انها صغيره يعني. اتنين دي اللي بتبرد من بره دي اكنك سايب الهواء كله مرر عليها كده، فايهم كميه تعتبر اكبر؟ اتنين تعتبر اكبر، يبقى السي مينيمم هتبقى بتاع انهي بقى؟ ما هما الاتنين هواء، خلي بالكم. يبقى السي بي ماشي، يبقى السي بي لكلاهما زي بعض، يبقى السي بي ليهم هما الاتنين زي بعض، يعني السي بي اللي هنا هي نفسها السي بي اللي هنا، ما الاتنين هواء. اللي يفرق معايا ايه دلوقتي؟ الكميات. طب ايهم كميه اكبر؟ الكمية الأكبر دي، وأنا عايز سي مينيمم، يبقى أنا باخد السي اللي هنا. تمام؟ يبقى أنا لو جيت كتبت العلاقة دي بقى تاني مظبوط، يبقى أنا عندي الإفكتيفنس عبارة عن الإم دوت اللي ماشية في الدورة في السي بي، ودي برضو يعني بالحسابات طلعت لي إن هي دي برضو بتمثل لي إيه؟ السي مينيمم. مضروبة في إيه؟ في، ما إحنا لسه هنكمل أهو، في تي 3 ناقص تي 4 على السي مينيمم اساسا اللي انا المفروض بقارن ما بين المائعين اللي ماشيين واحدد السي مينيمم. يبقى انا هنا السي مينيمم بتاعتي ايه؟ في اكبر تي عندي اللي هي من تي 2 ناقص تي 3 او 3 ناقص 2. هي هنا في المساله طلعت لي ان السي مينيمم هنا هي اللي طلعت في البسط، والسي مينيمم هنا هي اساسا دي العلاقه بتقول لي ان السي مينيمم هي اللي هتبقى في المقام، فاتحذفوا مع بعض. عشان ما حدش يقول ان هم بيتحذفوا كده اهو وبنحطها فرق درجات مع فرق درجات، لا، لو الكتل مختلفة ما تقدرش تقول كده، لو المائعين مختلفين اللي بيبادلوا الحرارة ما تقدرش تقول كده. يبقى لازم ترجع لأصل العلاقة الأولى، ودي الحتة اللي لخبطهم فيها السنة اللي فاتت. الناس كانت بتعوض على طول بفرق درجات حرارة على طول كله بينقص، لأنه ما كانش عايزها كده، وكان عايزك ترجع لأصل تبادل الحرارة. فيها مشكلة الحتة دي؟ دي انتوا واخدين الحتة دي في المبادلات الحرارية. لا واخدينها السنة اللي فاتت في الترانسفير. ماشي. مش واضحة؟ طب خليني أقول لك بعد السكشن عشان بس ما نوقفش عليها كتير، يعني هقول لك بعد السكشن بالراحة تاني. ترفع لدرجة حرارة تي 3 داش؟ لا ده ضغط، ده مش طلعت التي 3 ومن التي 3 بقى بتقوم رايح مطلع من الكفاءة. لازم اديك كفاءة للكمبروس، انا ما رضيتش اقولها يعني، ما انتوا عارفينها دي اللي هي تي 3 ناقص تي 2 على تي 3 داش ناقص تي 2.
طبعا انا حاطط كلمه داش على الاثنين عشان بس نفرق ما بين 2 و2 داش اللي هي نتيجه فروق الضغوط، بس هي نفس درجه الحراره. في مشكله هنا لحد هنا؟ بعد كده نكمل بقى عادي. 4 ل 5 نزل عندي في التربينه زي اي اجراء طبيعي، مديك كفاءه التربينه تقدر تجيب منها 5 ويديك ضغط الكابينه، ومن 5 ل 6 دي حمل التبريد بتاعك برضو بيديك درجه حراره الكابينه. دي اول نوع عندي في السيمبل ايركرافت. الباقي كله تعديلات على الكلام ده. الصراحه هو بيجيب مسائل على اول 3 انواع، النوعين الاخرى ما بيجيبش عليهم مسائل. تمام؟ نكمل؟ لسه قد لسه تلت ساعة. طب ناخد نوع كمان بسيط وخلاص؟ ناخد نوع كمان وخلاص. هو هيتقال بسرعه على طول. لو هتاخد سكشن الاسبوع الجاي نقف هنا. خلاص؟ ايه لو هتاخد سكشن الاسبوع الجاي نقف هنا. بس في مشكله، مش الباشمهندس احمد هو اللي يدخل الاسبوع الجاي. احنا هنشوف معاد تاني. هتعرفوا تجيبوا معاد تاني؟ ان شاء الله. براحتكم. خلاص.